Good morning everyone. أول مرة بطلع عليكم من هالبلاتفورم يوتيوب. Here I am. حعرف حالي عن سريع اسمي جوزيف دباغيان aka أكيلا دوت قلبي. Mainly I do music for a living حالياً. تعلمت بالكونسرفاتوار بتعلم ماركتينج بالجامعة اللبنانية. ومن 3 سنين اكتشفت my passion for nature, hiking and adventure وطورت هالشي ببيج سميتها أكيلا دوت قلبي. برجع بفسر عنها بعدين. ما حكتير احكي عن حالي اليوم. بعرف فلوجين اول فيديو فلوج الي مفروض يكون اكتر عن حالي وهيك تعرفوا مين انا وشو بعمل. بس اليوم سقبة عيد ميلاد my best friend جوني حرب اللي هو كمان شخص بعرفه من كتير زمان. بس من 3 سنين بلشنا اول كارير سوا اذا بدكم. عملنا باند وبلشنا نتطور فكريا وواقعيا سوا. اليوم عيده وعساس رايحين نسوي بروجكت بالطبيعة انا وياه. بس ما حيكون عارف انه هي كلها كذبة. It's a surprise for him. حيكون الجروب تبعنا فوق صاحبته رفقاته رفقاته كل العالم. حيكون شي كتير لذيذ. ومين لي هذا الفلوج وهذا الفيديو اللي هو my first one حيكون كادو حيكون dedicated لجوني حرب. ولا تكون a first كيف انا وياه بلشنا اول جوني بالموسيقى سوا. حيكون هذا الفيديو as a first to me and to him and to everyone. I hope انه هتنبسطوا. Mainly my goal كمان ضروري تعرفوا my dream or my كمان اذا بدكم goal اللي اكتشفتها اللي بحب يعني شو بحب انا عن جد بالحياة is to join the two passions I have اللي هي موسيقى and visuals. وهذا اللي حكون عم بشتغل عليه من هون لتزبط معي لوسع على البيك اللي هي best visual best quality بالميوزيك. I hope انه تحبوا الفيديو. شير سبسكرايب والاخبار بعد ما بلشت فيهم انا بعدني جديد على يوتيوب. اكيد I will soon افلقكم فيهم. غير هيك يلا let's have a ride guys. اوكي كا fun fact guys انه جوني حرب عايش حد he's just 2 minutes away by walk من بيتي. اوكي وفتح استوديو جديد عنده بالبيت الزلمة كمان اشتغل حاله كتير. I respect him for that. سو طلب مني اطلع اشوف استوديو هلا قبل ما نمشي. مش عارف شو حيصير فيه لمعطر حيتفاجئ على قد. anyway نحن مشوارنا على راس المتن. بس قبل من بعد هون حاطلع جيب a friend of mine كلوي من الرابية. من بعدها حنضلنا متواجدين على راس المتن where our friends will be already there to surprise him. That will be fun guys, that will be fun. يلا let's do it. 2-3 go يلا let's do it. Hi guys كيفكم سافا؟ يلا اليوم احد first day تحضير لبروجي كتير بومبا. بروجي شي كتير قوي نحن ناطرين كلوي مع الاستاذ زوزو دباغيان. بروجي سمعتوا شو قال بروجي. هاي كلوي. هاي لا عم نسوي الفيديو فور اور هيدا سي هاي قربة بس بقى في هول. اهلا اهلا يلا stay tuned لتشوفوا وين رايحين اذا ديجا ما بتعرفوا لوين. لطشنا 20 مرة عيد الترازمة. اوكي جايز وصلنا على راس المتن. حفرجيكم مين معنا اليوم. ميرسي ميلاني. ميرسي ميلاني. رامي مراد جوني حرب رامي شاكر علي صاحبته لرامي ميلاني دايان صاحبته لجوني كلوي. اوكي
اوكي سو بيزيكلي جايز بلشنا الهايك تبعنا على الشلال براس المتن. معنا الجروب وراي كلهم جايين. This is hard. This is fucking hard guys. تليفوني عمل الو باي ميمي براد شو بدك بونجور شاغل غنيه للفنان المحترف جوني حرب اوكي اليوم عيد ميلاده عيد ميلاده وعازم كل صاحباته هلا طلع بالمجلات نسيت انه عم يظهر على ريان بس كله اكاذيب وانا باكد لك هالموضوع عم يظهر مع اكثر من ريان انت بتاكد باكد لك هالموضوع اوكي ثانك يو رامي بما انه في صداقه بيني وبينه اوكي ثانك يو رامي ذس از جوني ذس از كل الاشاعات عن انه جوني جاي مزبوطين ما بيغشكم المنظر شفتوه هون ما بيتمر جوزيف نحن بين ايدين امينه النصر لنا النصر لنا عندك شي تقولي يس حودعكم من هون هيك بيخلص اول فلوج الي جوني بعد وقت عارف انت انا هيدا كله الك This is my first vlog guys I hope you enjoy it like subscribe bye bye do everything وصل الفلوج لك ماكسيموم عدد عالم I love you all peace out we go hey guys كيفكم صافا اليوم هر احد طالعين نحضر لبروجي اوكي كفى شو غلط لا لا كفى كفى هذا اللي بدي هذا الفيديو اللي بدي اياه انا هيك ما تقطيش لا انا بدي اضحك برو هيك رح ارجع هي طيب لا 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 هيدي بدي اخذها هالتيك اللي بدي اخذها هيك ايه نحن طالعين نصور كفى طالعين نصور بروجي يلا كومينج سون شيء كثير بومبا الاستاذ زوزو جايز بهدلتنا